بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحبل الكريم، مشاهدينا متابعينا الأعزاء، على بركة الله وتوفيقه ينطلق الشوط الثامن بتعداد أشواط هذا المساء وانطلاقة هذه الفئة بسن الحقائق القعدان، وتواصل مسافة 3 كيلومترات. الله يا أشواط السرعة، هذه هي أشواط السرعة. شاهدنا في هذا المساء انطلاق مميز من قبل الشعارات والأسماء الكبيرة والمثيرة التي تواجدت وشكلت منافسة كبيرة بتحقيق التوقيتات الأفضل. إذا نتواصل بعملية بحث جديد عن بطل متوج بهذه الانطلاقة وبهذه المسيرة إلى أول المراكز إلى المقدمة، لأرى هنالك شواش. يا شواش، حمد بن محمد بن طالب الصحاق المري يقدم شواش مع الصدارة والمقدمة. المركز الثاني هنالك التواجد من رعد، حمد بن عبد الهادي بن نايفة الهاجري مع المركز الثاني. المركز الثالث التواجد من المتحد، عبد الهادي بن صالح الفيدة المري ورابع المراكز، وتابع التواجد من قبل رابع المراكز ردام حمد بن احمد بن علي بن محمد المري. والمركز الخامس التواجد من هياض، سالم بن حميدي بن بخيت بن حميدي بن برقان بن مقارح المري مع المركز الخامس، ومع تواجدي خش هذا الشعار على خامس المراكز. ولكنني ارى شعارات عديده تسللت وتواجدت وتدخلت على الخمسه الاسماء المتقدمه. اعود الى الصداره، اعود الى المقدمه، أعود إلى رعد من بدأ يرعد الميدان، ينطلق مع الصدارة. رعد رعد رعد، تعود الملكية لحمد بن عبد الهادي بن نايفة الهاجري مع الصدارة والمقدمة. من قدم لنا هذا الشعار في السباق المحلي الماضي وتواجد أيضا في هذا بأول الأشواط اليوم بتواجد هذا الشعار الذي انتصر وحقق الانتصار المميز، نتمنى لك التوفيق يا بن نايفة. المركز الثاني التواجد من قبل المتحد، من بدا يتحد غواه وينطلق مع المركز الثاني. المتحد تعود الملكيه لعبد الهادي بن صالح بن سعيد الفيدة المري. المركز الثالث التواجد من قبل ردام، ردام وصل بهذه اللحظات. حمد بن احمد بن علي بن محمد المري ينطلق شعار الى المركز الثاني. المركز الرابع، من القادم؟ الشقب قادم لمبارك بن سعيد بن الاشبع الخيرين، يتواصل شعاره. المركز الخامس هنالك التواجد من شاهين بجاش بن جابر بن محمد الفيدة المري مع المركز الخامس. ولكن أعود إلى رعد، أعود إلى الصدارة، أعود إلى المقدمة، أعود إلى التميز، أعود إلى الإبداع، أعود إلى إمتاع رعد. الله يا رعد، رعد بشعار بن نايفة، ولكن من الجانب الأيمن ردام لحمد بن أحمد بن علي بن محمد المري ينطلق شعاره مع الصدارة تغيير المراكز بالانطلاق الأول. ولكن وصل الشقب وسلالة الشقب تتواجد مع المركز الثاني ومع انطلاقة مبارك بن سعيد بن الأشبع الخيرين. المركز الرابع وصل الأسد بانطلاقة الأسود، ينطلق في صغر سنه مع المركز الثالث. الله يا الأسد، الأسد متواجد بشعار جابر بن حمد بن متعب المنخس المري، شعار بن الأشبع، شعار بن المنخس، تنافس كبير، تنافس شريف. ولكن شاهد يا من تشاهد الانطلاق جانب الايمن، قاسي اتى قاسيا للصداره، انطلق قاسي غزا اول المراكز بانطلاقه الغزو المكثف. منصور بن علي بن سالم بن ونيس الكعبي ينطلق شعاره مع الصداره مع المقدمه. ولكن الاسد ما زال في دائره المنافسه، يقدم المنافسه، يقدم ايضا شعار المنخس مع المركز الثاني. ولكن الصداره ما زالت الامور تسير في صالح قاسي، قاسي والاسد، الاسد وقاسي. ولكن قاسي هو صاحب الكلمة وصاحب الناموس والتتويج. التاتر منصور بن علي بن سالم الكعبي من انتصر بتقديم قاسي في هذا الشوط بأول المراكز. المركز الثاني الأسد، كان الوصول من قبل الأسد جابر بن حمد بن متعب المنخس المري. المركز الثالث كان التواجد من قبل شمردل لعبد الله بن محسن بن راشد الفهيد المري. المركز الرابع كان الوصول من قبل ذباح لوليد بن محمد بن إبراهيم. المركز الخامس حامل الرقم 5
الحجاج كما هو مدون لجار الله بن حمد بن جار الله بن جويل المري. نهنيه ونهني جميع الإخوان المشاركين والمتواجدين بهذه المسيرة. إذا مشاهدينا متابعينا الأعزاء متابعين شاشات قناة الريان الفضائية الناقلة لهذه الأحداث ولهذه اللقطات الجميلة، نشاهد من عبر كاميرا البرج هذا الانطلاق المميز وهذا العرض الجميل. نشاهد غازي من كان قائدا لزمام الأمور، ونشاهد الأسد من كان منافسا وملازما لانطلاقة غازي بشعار الكعبي، والأسد كان بشعار ابن ملخس. إذن هذه الانطلاق المميز وهذه لحظة وصول غازي إلى خط النهاية بشبه دخول جماعة، ولكن غازي هو المنتصر في هذا الشوط. 4:30 73 جزء من الثانية، الثاني التبريكات نزفها لمالك غازي منصور بن علي بن سالم بن ونيس الكعبي على حصول غازي على المركز الأول. ثاني المراكز كان الوصول من قبل الأسد، توقيت الزمني 4:30 77 جزء من الثانية. التهاني والتبريكات لجابر بن حامد المتعب المنخس المري، وكذلك نهني من حاز على المركز الثالث وكان الوصول شمرجل على ثالث المراكز 4:31 جزء من الثانية. التهاني والتبريكات لعبد الله بن محسن بن راشد بن بعيران المري من قدم لنا شمرجل على المركز الثالث. التهاني والتبريكات نزفه للجميع وحظا اوفر لمن لم يحالفه الحظ بهذه الانطلاقه وبهذه المسيره الحافله.